مشهد متكرر بنشوفه مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنظيم القوافل الطبية الشاملة لأهالينا الأولى بالرعاية في كل مكان في مصر. وفي كرداسة قدمت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف قافلتها الطبية اللي بتقدم خدماتها من الكشف والعلاج لأكثر من 400 مواطن مستحق. مؤسسة راعي مصر بتضم 30 موبايل كلينكس على مستوى الجمهورية في 30 العيادات المتنقلة، شغال فيها 50 فريق طبي، كلنا بنخدم حوالي 400 قرية. كل عيادة فيها الأجهزة الطبية اللازمة، بننزل لكل الأماكن اللي تفتقر للخدمات الطبية أو الصحية، أماكن ما فيهاش مثلا وحدة طبية قريبة، ما فيهاش مستشفى حكومية قريبة. توفير الرعاية الصحية المناسبة بتخصصات مختلفة وكمان توفير الوقت والمال والمجهود هي رسالة راعي مصر اللي بتقدمها بشكل مستمر خاصة للأماكن البعيدة والنائية. جاي أكسب عشان عندي حرجان في معدتي، كتبوا لي العلاج من هنا وقالوا لي روح استلمي من عند الدكتورة. كشفت ان شاء الله، ربنا يكرمهم واداني مقاس اهو، وهفصل النضاره هنا ان شاء الله. احنا لما ازود قافله زي دي ويبقى معاها حاجه تفيد الناس، يعني هتريح بعض الناس. الاهتمام بصحه اهالي كرداسه هي حلقه من سلسله خدمات بتقدمها راعي مصر في قرى مصر لتلبيه متطلبات الاهالي الصحيه تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.